السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الرفيق واحد وين دار ديكلاراسيون قال لهم باللي يودي بالماضي ما بالماضي بالماضي ما بالماضي. ناس الصحافة هذو وكان على باله من نهار الاول كنا نهضروا وكنا نهضروا وكنا نهضروا والناس كانت تكذب فينا، وهذا رفيق وحيد هذا ياكد الكلام برك وياكد في الكلام واللي راه يدير ياكد في الكلام. يعني ناس اللي عطيناهم اخبار عطيناهم منا الحمد لله يا ربي كل شيء بان. حنا هذه الهضره قاع هدرناها قاع كملناها صحيح الهضره نتوما طريق لكم رايحين فيها، حنا رانا مولين ناس هذو الصحافة هذو اليوم الطريق اللي راهم رايحين معاها، حنا رانا مولين جيب لكم اسم جديد اللي راه داخل في اللعب وكان في اللوبي يدور في اللوبي في الخفاء. روحوا سقسوا على الحاج ماربورو، هذه اللي نقول لكم روحوا سقسوا على الحاج ماربورو. كي تروحوا تسقسوا على الحاج ماربورو عايش ما بين فرنسا وقطر تعرفوا كاش تكاين، هذه هي باش تعرفوا اش تكاين برك. نجيب لكم الجديد ادوها وروحوا سقسوا عليه، سقسوا على الحاج ماربورو باك تعرفوه. هذه باش يكون على بالكم قاتش عليه. الناس وليت نقول بلي يودي انا ما نهدرش على زاتشي، ما نهدرش على امين لابدي صايك ما نهدرش عليهم. خاطش عرفنا الضربه مين جايه، خاطش عرفت الضربه مين جايه، الضربه مين راهي جايه وشكون اللي جايبها. والناس انكشفت، ناس انكشفت، كاين اللي يجي يهدر لك بالوطنيه ويخلص بالباسبور الاحمر، كاين اللي يهدر لك بالوطنيه يخلص لك بالباسبور الاحمر ما على بالوش بيك. هذه هي هذا البروبليم هذا اللي رانا فيه. الناس كان اللي حطوا استقاله تاعهم قالوا لهم يا ودي غادي انت دير نتوما ديروا لنا فوضى بالاستقاله، احنا غادي نكشفوا كاع الحقائق اش كاين. لان نهضروا على ناس اللي كانوا يخلصوا 72 مليون ولا 75 مليار 72 مليار ولا 75 مليار من العام، 85% تخرج اورو يعني والخلصه بالباسبور الاحمر، وامور وحده اخرين خافيه، امور وحده اخرين خافيه كاع. ما انا لا نبدا نقول هذا الصحافه ما يبغوش يهضروا الصح، تا يسيبوا تا الواحد يكون عند الشافيه كما صاروا يهضروا عليه. وما هذا جا هذا رفيق واحد ولا هذا يهضروا كي تكون عند الشافيه. هذا مكان انا مانيش ضد هذا رفيق واحد ولا، بصح نهضروا الصح شنو كاين شنو مكانش. وين شاهدنا وين بالماضي وين يكشف وين يكشف المسطور بخصوص تربص الخضر الاخير. احنا شاهدنا كل فرحان يضحكوا يلعبوا، شاهدنا الصور وين جمال بالماضي مع زاتشي يلعبوا في كيسموها في هذيك زومبيا، ناس تضحك في زومبيا مع رئيس اتحاديه كلش كاع الناس مريحه. شاهدنا لهنا هنايا تربص ناس تضحك وكملت البارتيه والناس بالكاطو والباتيسري والضحك واللعب وكلش. من بعد سمعنا باللي تربص فات في مرحله ماشي مليحه، هذه ما فهمناهاش. ناس سكتت سكتت سكتت، من بعد هدرت قال لك احنا خاطينا، صار لها كيما القائمه يقارعوا لفرنسا دير القائمه، كي عيطوا العوار يخرجوا يبداو يعايروا في الناس، كيديروا عوار يخرجوا يبداو يعايروا في الناس. كانوا ناس هنا قائمه ما يديروهاش قدام ديشون، لازم ديشون يدير القائمه من بعد هما يديروا القائمه، لازم ديشون يدير القائمه من بعد هما يديروا القائمه. هذه باش نعطيها لكم معلومه، هذه فين حنا نردوا الصرف، الصرف لا واجد. ناس كيفاش كانت تخدم لكم؟ وروحوا سقسوا الحاج ماربورو، روح سقسوا الحاج ماربورو. على اللي قلت لكم يا ودي انا ما نجبتش على زاتشي وما نجبتش على امين العبدي، هذو ما نجبتش عليهم. كي عرفت الحاج ماربورو وكيفاش دعوه محطوطه ايا سي بوصي
كنت أقول لكم كاين كاين اللي يربد وكاين اللي يأس عليه، وراي خرجت راه بانو، راه بانو كاع عرفتو كيفاش. من تكلم هذا جمع بالماضي في موقع رسمي للفاف ونشر بيان أكد فيه أن جمال بالماضي أراد تقديم تفاصيل التي يعتبرها أكثر أهمية حول سيران التربص الأخير للخضر. ولينا تقلب أن الناس دار التربص ولعبت وراحت وانت تهدر على التربص، تضربك انت دخلت روحك في حيط ما فهمناش، ما فهمناكش تايا. وين قال لهم أنايا في بلعباس، قال لهم أنا خاطيني ماشي أنايا من بعد في بلعباس، قال لهم ما تديروش اسمي. ومن بعد خرج يدافع على زتشي، ومن بعد اك ما صار لازم لي يجي يكون كيما زتشي، لازم لي يجي انت نورمالمون كرو دافعت على صاحبك ديروا لي زتشي مكا زتشي. كو خرج درت ندوه صحفيه اش كاين لي يقول لك انت تقول واش كاين، انا كتشوف فيا انا يا رئيس اكتو انا هادو السياسه ولا هضر لي، هضر لي على طوبه كيف جبتو، هضر لي على زروقي كيف جبتو، وملي حاجه اخرى ما تدخلهاليش نورمالمون كيما كو سلكت روحك. بصح نتوما لا، نتوما لا، انت روحت روحت دخلت روحك في حاجه كاع مكاش كاع كاع ما تجيش، وعلى بالنا باللي ما كاش استيق ماشي مكاش استقاله، هي استقاله كاينه بصح استايله كاين امور كاين اللي خاف على روحه كاين اللي يبان يبان للشعب هو اللمبه. بصح الناس عندهم كاع حقائق، كاين اللي كان يخلص 200 مليون في النهار، 200 مليون في النهار اسي محمد، اللي يجي باسبور من يهدر لك يقول لك تحيه الجزائر وملي تولي يولي بالباسبور الاحمر. اش قال لي غلطنا انا على بالي انا على هذيك ما على هذيك ما نامنش انا، واحد يقول لي منا يقول لك جي نخدموا جينا باين نديروا يا ودي الامام، الامام اللي اذن ويدي دراهم امام امام كون ما تخلصوش ما يديش دراهم. على هذيك نقولوا يا ودي كل واحد يكذب يكذب سابعه، كل واحد يكذب سابعه. حنا نبغوا كرة قدم مدرب يقعد مدرب، وهذه تكون عبرة، هذه تكون عبرة. الشعب الجزائري يبغي المنتخب الوطني، المنتخب الوطني الشعب الجزائري ما يبغيش يكور عليه، اللي يشوف روحه هو راه زايد عليها زايد على الشعب فوق الطاقة تاعو، لا غير يخدم يخدم بالطاقة تاعه مع الشعب بزاف عليه. هذا مكان ما خاصناش تزيدوا الطاقة تاعكم باش تتقلشوا علينا، لا خدم خدمة تاعك نورمال ولداركم، خاصناش هذيك تاع نزيد نطرطقوا عليها، ما خاصناش تاع نطرطقوا عليها، ما يحتاجوهاش تاع تطرطق عليا وتقول لي راني نطرطق في طوعك. لا لا اقعد كل واحد يخدم خدمته، مدرب مدرب، رئيس اتحادية رئيس اتحادية، ماناجر يقعد ماناجر، يعني كل واحد في المكانة تاعه، كل واحد في المكانة تاعه. خاصناش واحد يجيب حاجه زياده ويقول انا راني رابد عليكم، لا ما كاش لي يرفد علينا وما كاش تاع باطل، ما كاش تاع باطل، ما كاش كاع تاع باطل يكذب عليك اللي يقول لك يا ودي باطل باطل ما كاش. انا نقولها لكم ما كاش تاع باطل، حنا تمنينا واش كنا نهضروا 2019 ورواح، تمنينا هاد الصحافه يهضروا في ذاك الوقت، ما يخموش باللي غادي يضر غادي الشعب يعايرهم ولا. عاش كي كنا نهضروا الناس كانت تضحك علينا، كان يقولوا الله يسهل عليه هو راه باغي يهضر كيما هاك. لا اليوم كاع راكم تهضروا وكاع عارفين الصح، كاع الناس عارفه الصحافه عارفين كاع الصح شتا كاين، بصح بغيتوش تهضروا ساكتين. قال لك جوار جوار في اتليتيكو ماركا، يا ودي وشكون اللي بيجيبو؟ كاين اللي يجيبه كاينين، ها راه داك طوبا جا لهنا وما لعبوش،
طوبة جاو ما لعبوش.